انا بشكركم شكرا جزيلا. النهارده حاولنا ان احنا نسمع صوت الناس، نسمع صوت البرلمان، ان احنا نقوم بدورنا اللي دايما بنحاول ان احنا نقوم بيه، لنستمع لصوتكم، لان هو صوت الناس هو المهم، هو التعبير، دورنا الاساسي ان نعبر عن المواطن المصري، وان احنا نسمع التوجهات السياسيه المختلفه زي ما موجود على هذه المائده، سامعين اليسار، سامعين ناس بافكار مختلفه، ممكن تكون مختلفه مع الحكومة، ممكن تكون معارضة للحكومة، فاحنا دورنا ان احنا نسمع كل هؤلاء وكمان نعبر عن صوت الناس مرة اخرى. ده دور الاعلام اللي بنتمنى ان احنا يعني دايما نقدر نعبر عنه، بنحاول فعلا ان احنا دايما نقوم بيه. الفترة القادمة الحكومة امام اختبارات مهمة جدا، امام الناس، أمام البرلمان اللي أتمنى أن يقوم بدور رقابي مهم، أمام السيد الرئيس الذي يعني كلف الدكتور مدبولي بحكومة ثانية، ويعني بما أنه عندنا حرية هو شوية. قدرنا أن احنا تكون موجود معانا. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل يوم السبت بقى بإذن الله. هذه لميس الحديدي، صباح الخير.